عسلامة، اليوم باش نحكيو على تاريخ تونس المعاصر. تاريخ تونس المعاصر، مش قلت انكوراجي لي جوناليغ وما نعرفش شنو؟ ابدا بحاجة هكا تحفونة خفيفة تشرهم باش يقراو. ما خايفنيش نكمل كلامي، باش نحكيو بالتحديد على الظروف اللي يصدر فيها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر الحديد. تفضلك انت بنتي رمضان وعملت صايمين، شكون شريك معاك؟ قالوا امرأتنا شريعة ومجتمع وما نعرفش شنو. زيد عسلامة، اليوم كي موعدكم كتابنا باللغة العربية والكاتبة التونسية زادة، وما نجمش نختار باش نحكي على كتاب تونسي حديث الصدور من غير ما يجي قدامي نزيلة دار الأكابر الأميرة غنيم. الكتاب يعرج على حقبة تاريخية معينة من تاريخ تونس بين الثلاثينيات والأربعينيات تقريب، جمعت فيه الكاتبة بين الخيال والوقائع التاريخية بطريقة ذكية ومدروسة تخلينا نرجع لبرشة حقائق من تاريخ بلادنا وإحنا نقرأه في قصة ممتعة وشيقة كي نبدوها ما نجموش نقصوا عليها. الكتاب زيدة مترشح ضمن القائمة القصيرة للبوكر سناء، واللي هي من أهم الجوائز الأدبية في العالم العربي. أول ما يبدأ الكتاب يرمي بيك في جو من التوتر، وين يبدأ يحكي على نزلة مصيبة حلت بدار من دار الأكابر كما نقول وقتها البلدية عين البلاد، وهي دار النيفر، متكونة من سي عثمان النيفر قاضي كبير ومعروف، مرته ليلى جنينة، بنيته معرسين على رواحهم، وولادو سي محمد وسي محسن عايشين معاه في الدار. سي محسن ياخذ ليلى زبيدة، هي زادة من عائلة بلدية عائلة دار الرصاح، وعكس سي عثمان بول الزبيدة سي علي الرصاح كان متفتح وقرا صغارو بنيته في المدرسة الفرنسية الخاصة وقتها متكونة كان من أجانب، وبما أن المدرسة ما كانش فيها دروس العربية قرر سي علي أنه يجيب للدار طالب من طلاب زيتونة باش يقري له أبناته العربية. وهنايا يدخل سي الطاهر الحديد لدار سي الرصاع وتنشأ قصة حب بينته هو وليلة زبيدة. باش تغوص بين الكاتبة في حديثها على الحديد في تفاصيل عديدة من تاريخ تونس السياسي، باش نتفكروا دور الحركة الوطنية ونشاطها، الاختلاف بين الفصائل السياسية من الحزب القديم والحزب الجديد، الاختلاف بين صلاح بن يوسف والجبهة الوطنية في مطالبته بالاستقلال التام، دور الزعيم الحبيب بورقيبة وغيرها من الأحداث اللي شهدتها بلادنا وقتها. ولكن يقعد الموضوع الرئيسي هو الطاهر الحديد والظلم اللي تعرض له إثر صدور كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وقتها تم وصفه بالزنديق والكافر وعدو الإسلام. أي سيدي نرجع بكم لحكاية الطاهر وليلى زبيدة. قرر الطاهر الحديد أنه يطلب ليلى زبيدة من بوها، وهون كانت الصدمة. سي علي الرصاع رغم تفتحه رفض سي الطاهر رفضا شنيعا وعايره بأصله وبنسبه، واللي مهما تكون درجته العلمية ما تعوضوش مكانته الاجتماعية. أي البلدية والحسب والنسب والجهويات، لكن زادة الشذوذ الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال، العنصرية، يعني بخلاف قضية المرأة برشا مواضيع رئيسية ترقت لهم الكاتبة تخلينا نخمو شنو اللي قعد وشنو اللي تبدل من الثلاثينيات لتوا. ومن أكثر الحاجات اللي تشدك في الكتاب هي التفاصيل. الكاتبة أبدعت في دقة الوصف، وفما بحث واضح في استعمال مفردات من لهجتنا التونسية اللي نسيناها مع العولمة والريزو سوسيو، وهكا يكون الكتاب مساهمة كبيرة في ترسيخ الذاكرة الجماعية والهوية التونسية. أي باش نحوسوا في الأسواق والزوية ونشموا ريحة البخور ونحضروا على الطهور العربي ولبستنا التقليدية وقتها والعيساوية وأجواء سيدي رمضان، حاسيلو الكتاب بنا. أي توا شو عملت سي طاهر مع ليلى زبيدة؟ وشنيا النزلة اللي حلت بدار الأكابر؟ والحكاية كلها صحيحة؟ الصحيح اللي بعد ما تقرا نزيل الدار الأكابر باش تربط امرأتنا في الشريعة والمجتمع بقصة حب سي طاهر وليلى زبيدة، وكما قال سي شكري مبخوت في تقديمه للكتاب، وعلى المؤرخين أن يكذبوا الروائيين إن وجدوا إلى ذلك وثيقة أو شهادة. قراءة ممتعة. باي باي.